الاخضر وبحسنت من أم الله تكون عبرة يعني للناس كاملين الشباب بالأكثرية هما اللي غيكون عرضة لهذا الشيء اللي أنا وصلت ليه. أخويا بدران واحد إنسان يعني درويش عايش في واحد العائلة اللي ما فعلاش وين شباب راك عارف الشباب دابا يبغيو الفلوس يبغيو بزاف الحوايج. المهم اخويا بدر عارف مع الخدمه قليله وهادي يعني بنادم خصو يدير الفلوس. اخويا بدر جات في واحد الطريق ديال الحفير. كيفاش الحفير؟ الكونوس. تحفر على الكونوس. جات اخويا بدر لديك الطريق. المهم شنو لقاو شي بلاصه انا وواحد الجروب بينا السا كنجيبو شي فقي شي قرا تنحفرو. المهم بقينا هكاك غاديين هكاك. المهم اليوم غنلقاو غدا غنلقاو بعد غدا غنلقاو. بقينا في ديك الطريق ويا البدر. واحد المره حفرنا في واحد البلاصه ضربنا فيها شهر ديال الحفيره على واحد الكهف. بقينا خويا البدر اليوم غدا اليوم حتى توصلنا لواحد الحجره هي اللي غتدخلنا لداخل الكهف عامر. بقينا انا ودوك الدراري خويا البدر هذا تيقول لك لا انا غندير هادي انا. المهم كل واحد تيحلم شنو غايدير. وصلنا لديك الحجره خويا بدر كان معنا الفقي بدينا تنحفروا الليله الاخرى اللي غنقولوا صافي غنوليو لاباس عليه. ضربنا كيفاش ضربنا الفقي فيه طار من حدايا فقي ما يعني فقي بحال هزاتو شي حاجه ولا حشو لبرا يعني فقي ما بقاش معنا. دابا نتوما مشيتو تحفروا شي على شي كنز كاين فشي كهف شيناها في واحد الكاف كنضربوا فيه شهر كنحيدوها التراب توصلنا للحجره اللي غتدخلك لداخل الكاف. ايه وين تضربنا خويا بدر تضرب الفقي صافي يمشي لك الفقي مشى كلشي تضربنا كاملين ديك البلاصه خويا بدر صافي كتضرب كتسمع. المهم بحال ضربك بطرشه بحال ضربك بشي ما نقول. المهم الضربه راك عارف الضربه ديال الجنون دابا اللي فايت ليه تضرب راه عارف الضربه ديالهم كي دايره بحال الضو. المهم ما كتحسش براسك. تضربت خويا بدر في واحد البلاصه وخرجت في بلاصه اخرى يعني في الصباح فقت لقيت راسي في واحد البلاصه اللي بعيده على ديك البلاصه اللي حنا تنحفروا فيها. صافي فقت للدار. المهم جلست في الدار تنصوني على الدراري اللي معايا حتى واحد ما كيجاوبني. بقيت المهم كنسول خرجت خصني نشوف الدراري اللي معايا حيت الا مات شي واحد فيهم غنمشيو فيها كاملين تنقز. المهم تلقيتهم كاملين كل واحد شنو تيقول لك انا لاحوني لهاد البلاصه انا منين جيت انا منين هادي. المهم بقينا هكا خويا بدر واحد فيكم رماوه في الجهه فينا رماوه في الجهه يعني في المده ديال يومين واحد يومين تنقلبوا عليه يومين تنسولوا عليه لاحوه في واحد الغابه يومين وعاد خرج للطريق باش انه يوصل عندنا وقلنا ودي انا شنو وقع ليه وهذا تيقول لك انا شنو وقع ليه. احنا واحد ما حس بالاخر شنو وقع له يعني تتجمعنا حنايا بس جمعنا الفقي فينا هو الفقي ما كانش. وانتم ديجا كنتو تجبدوا هاد الكنوز كانوا كنتو تخرجوا شي حاجه؟ ما كناش تنخرجوا. انا جاي لك دابا القصه ديالي جاي لك درجه بدرجه هادشي تنقول لك انا من البدايه. من البدايه هادي المهم الاولى رماوكو رماونا الليله الاولى حفرناها ولكن كنا كنضربوها الخاوي. النهار اللي جينا نضربوا العامر ضربونا نهار اللي جينا للعامر جبناها في راسنا. المهم بقيت هكاك اخويا بدر غادي في ديك الطريق مورا ما تضربنا. المهم انايا سكنت المراه شخر عندي بالليل عرفتي انا وياها تنتشادوا راه ربي اللي عالم يعني محناتني ديال بصح. كتخرج عندي مرا كتقول لي انت هادي جينا انت وفلان وهذا. المهم بلا ما نقول السميات نتوما هادي جينا غادي تخلصوا هادشي كامل غادي تخلصوا واحد بواحد. خويا بدر من طبيعه الحال غتخاف ماشي غتخاف على راسك. انا ما تنخافش من الجنون نهائيا وخا يخرجوا عندي بالالاف انا خايف على العائله حيت هما تيهدوك بواحد الحاجه هي العائله. تمشي عند هذا الرقية هذا شي ديال الرقية ما كطلعش هذا شي ديال الرقية ما كطلعش هذا يقول لك ما فيك والو هذا. المهم اخويا بدر تنطيح في واحد الفقي واحد الفقي مشيت عنده يلا دخلت من الباب قال لي انت شنو سميتك
واشنو سميت عائلتك، واشنو عندكم في الدار، واشنو شنو ها فين تقاسيتي؟ ما قلت له انا حتى شي حاجه. قال لي ها كيفاش كيفاش بحال حاضر معانا. قلت له شتي علاش جيت عندك انايا؟ شنو المعمول دابا؟ شنو هو الحل؟ قال لي شوف غادي نعطيك هذا، المهم يعطيك الحروزه الطباخ، المهم هذا غدوبش بيه هذه الورقه هذه اش محاف. المهم داك التخربيق كامل راك عارفه انت. المهم بلا ما ندخل انا في التفاصيل، كان داك الشيء خويا بدر بحال قلتي تنعطيهم في وعود، وليش انا بحال تنقويهم ولا ما عرفش اش ندير داك الشيء والو. تنرجع عنده تنقول ليه كيفاش كيفاش والو، نفس المشكل يعني ما تحيد لي والو. تندوز واحد المده ديال سيمانه ولا شهر ولا 15 يوم نفس المشكل. بقيت غادي عندو غادي جاي غادي جاي تنعطيها في الفلوس، المهم باش نريقل انا الامور ديالي والو. واحد الليله خويا بدر نعس مع الوحده الليل، وحده بيله خرجات عندي مباشره هكا تنشوف فيها امراه طلبات مني جوج حوايج. انا ما تندويش اللسان ديالي تقال عليا، ما بقيتش ندوي. طلبات مني انني الا بغات هي يعني الا بغيتي نبعد منك ما تمشي عند واحد السيد شنو سميتو غيعطيك واحد الكتاب وموراها انا غادي نبعد منك. الا ما بغيتيش ديك الساعات نخرج عندك غادي نبعد منك. عطاتني مواصفات واحد السيد ها فين ساكن، ها الدار ديالو فين، المهم في المدينه اللي فيها انت، في المدينه اللي فيها انت، ماشي في المدينه فين انا يا راه غادي نشد الطريق باش نمشي عندها. يعني مسافه ديال الطريق، ماشي في المدينه، ماشي في نفس المدينه. المدينه اللي مشيت ليها انا اللي في اللي عطاتك النعت ديال هاد السيد هذا في نفس المدينه ولا مدينه اخرى؟ المدينه اللي عطاتني هي النعت مشيت لتطوان. او تطوان طارغ اللي شي عرف طارغ، المهم راه عرفت طارغ، طارغ راه معروف. طارغ في تطوان مشيت اخويا تنقول غنمشي ما نمشيش غنمشي ما نمشيش، لا قلت ليه كتخرج عندي نفس الهضره، يعني داكشي اللي كتعاود لي ديما. المهم قلت غنمشي، الا مشيت تما شنو غيعطيني هذا السيد ولا شنو غادي. المهم شفت عايش يعني انا تعذبت بزاف، قلت غنمشي. خديت اودر من مالي نطار غنمشي عند خدمه، نمشي لواحد الخدمه نمشي نخدم. وواحد سيمانه ولا جوج سيمانات الا ما عجبتنيش الخدمه غادي نرجع، والا عجبتني الخدمه غادي نبقى. مشيت اخويا بدر لتما باش تجيب داك الكتاب باش نوصل عند السيد باش نشوف الامانه اللي حطات هي تما. ما عرفت لي المهم غتمشي غتجيب واحد الكتاب، هذا كتاب انا غادي على اساس انني نجيب كتاب. مشيت اخويا بدر يعني لديك الطارغه جلست فيها واحد المده تنقلب على السيد تلقيته في الطارغه اخويا بدر. دقيت الباب، السلام عليكم. السلام. خرجت مراتو، واش كاين فلان؟ قالت لي راه ما كاينش. وقاش غيكون؟ قالت لي المهم واحد شويه غادي يرجع. ورجع عنده، مشيت جلست في القهوه كنتسنى السيد باش يرجع. نهار الربعه د العشيه تنولي نقل، دقيت حل لي الباب، السلام عليكم. السلام. زيد مرحبا بك، هادشي اللي خسر عليا هادشي. زيد مرحبا بك. دخلت جلس، قال لي مرحبا. جلسنا انا وياه في واحد البيش بوحديتنا. مرحبا بك، الله يحفظك، شكرا. جلس، قلت له انا جاي عندك. قبل ما نقول ليه انا على جاي، قال لي على جيتي على جيتي على جيتي. يعني عطاني هو داك الشيء كامل بحال قلتي هو اللي مصيفطه، هو اللي مصيفطاني بحال هو اللي صيفطه، يعني داك الشيء عطالي هو داك الشيء بالتفاصيل. المهم قلت له الامانه كاينه، ولكن هذا الكتاب ديالها شنو غندير انا بهذا الكتاب هذا، وعلاش هي بغات بالضبط داك الكتاب انا ناخذه ولا ندير به شي حاجه ولا. المهم بدا تيشرح لي هو في داك الشيء ان داك الكتاب ديال العلم الروحانيات، اللي باش انت تتحكم في الروحانيات اللي فيك، حيت انت زهري فهمتي، تعليا انت زهري تولي تتحكم في دوك الروحانيات اللي فيك. الجين كاين معاك، الخدام ديال الجين وانت ما عارفش تخدمهم، يعني هذا الكتاب غادي يقربك دوك الخدام ديال الجين، وهذيك الجنيه ما غاتبقاش تخرج عندك وهذه. المهم انا راسي ما قادش على داكشي، ماشي خايف منهم ولا ما تنخافش منهم، ولكن انا راسي ما نقدش على داكشي.
يعني انا اول مره غنسمع هذا الشيء ديال الجين والخدام و... يعني ما كنتش عارف هذا الشيء. نعرف انني نحفر صافي نحفر جبنا شي حاجه ما جبناش الله يعاون. يعني ما اللي عندي انا في دماغي. المهم بدا عليا هذه كنت جبت داك الكتاب قلت له صافي غنديه. جبت داك الكتاب اخويا بهضر جبته معايا جيت طلعت الاطلس طلعت الاطلس مشيت للدار ارتاحيت. أول مشيتي من الأطلس سلتي طوان باش مشي تجيب داك الكتاب. أه خصني أخويا بدر أنا راه ما كننعس أنا الشيء اللي تنقول لك هي ديك الساعة راه ما تنعش. شناهي تنجلس بالليل تا كنوض نبقى نغوش بوحدي شي يعني دمرت وماشي أنا اللي تنغوش دابا هي تطلع وتبقى تغوش مالين الدار ملي تينوض وتيلقاوني أنا تيشوفوني أنا مغوش باش نبغي نخرج من يعني تنبغي نحل الباب ونخرج نبقى نجري ولا ما عرف المهم بحال حماقيش وأنا ما حاسش براسي يعني ملي كيشدوني هما أكثر هي واحد خويا ملي تيشدني هو تيصلي وادي غير تيشدني تنفيق باش نقول لهم أنا علاش شدني نتايا علاش منوضني ما تنحس بتا شي حاجه يعني بحال يعني مشيت في واحد العالم ماشي انا ما حاش هي اللي طالعه ديك الساعه هي اللي كتحكم فيا انا ما كنتحكمش في راسي. وراك عارف اغلبيه الشباب راه ما كيكونوش موضعين يعني راه ساهل الجني. طلعت اخويا من تطوان المهم الاطلس مشيت للدار تحيت نهار غديت نفيق في الصباح تنشوف داك الكتاب تنحل في داك الكتاب تنشوف غير في دوك المقدمات تنقرا في دوك المقدمات تنشوف كتاب ديال السحر او هادشي هذا ماشي ديالي تنقول غنقرا ما نقراش هو عطاني فوقاش غنقرا والطريقه اللي غندير باش نقرا وغنشوفهم المهم داكشي كامل هو راه يعني قال لي شنو غادي يوقع علمني وماشي علمني يعني عطاني واحد الحاجه اللي غتوقع يعني قبل ما توقع يعني شنو غيوقع شنو غيوقع عطاني هو مرايه شمعات تكتب السميه ديالك بالمقلوب في المرايه وتبقى تقرا داك الكتاب المهم ما يكونش الضو غير الضو ديال الشمع. المهم جيت اخويا باز تنقول غنقرا ما نقراش غنقرا ما نقراش بالليل تنقرا جبت داك الكتاب جبت المسائل كامله دخلت لواحد البيت بوحدي شي جلس درت داك الشيء اللي قال له هو بديت تنقرا في داك الكتاب بديت تنقرا في خويا بدر وشويه تشوف المهم تنقرا في دوك الطلاسم وداك الشيء كامل والسميه ديال الجنون كل جن كتعيط 50 مره السميه ديالو كتعاودها 50 مره هذا كتعاودها 70 مره هذا 30 مره المهم الكتاب ديال السحر علم الروحانيات اللي عارفه راه عارف شنو فيه وما نصح شي واحد يقراه كاع اكثر من شمس المعارف هو صعيب. المهم بديت تنقرا داك الكتاب تنشوف في الضوء يعني بحال النور هو راه بحال شعلت جبوله في وسط جلابه بحال شعلتي الضوء في وسط جلابه فين في الضوء؟ يعني هو فين الضوء؟ الضوء هادشي في البيت انا تنقرا انا قلت لك جيت نقرا الليل خصني نقرا داك الكتاب نشوف شنو غيوقع واش غيوقع داك الشيء اللي قال لي هو ولا لا في الاول تنقول ما نقراش شويه قلت غنقرا ونشوف واش غيوقع هادشي ولا ما يوقعش يعني هادشي درتو انايا استهزاء. قريتو ما يمشي بحال النور نط اخويا بادر بالخلعه خرج خرجت نجري حليت الباب خرج طحت غيبت ما بقيتش كاع كنحس انايا براسي شنو كندير غيبت هما اللي مطارسي فيقوا فيا. المهم تافقت لقيت راسي انا يا صافي العائله مجموعه كامله المهم اللي عايشين معايا في الدار مجموعين مالك تيفيقوا فيا صافي انا غيبت مالك قلت لهم والو. المهم انا ما بغيتش نقول لهم داك الشيء اللي واقع صافي جلسنا شويه تشوفوني وليت بخير صافي كل واحد دخل لبيت وناس دخلت انا الناس فيشي وتنشوفها عاوتاني كتقول لي ما تخافش خرجت عندي وتقول لي ما تخافش حتى واحد ما يأذي غير ما تخافش غير قرا داك الكتاب وما تخاف من حتى شي حاجه واخا تشوف شي حاجه ما تخافش حتى واحد ما غيأذيك فيهم. نط اخويا بادر مورا وما وليت بخير الناس دخلوا ينعسوا انا خرجت عاود من بيتي جبت داك الكتاب جبت داك الشيء كامل اللي جبت في الاول وحطيته السميه ديالي بالمقلوب بالدم ديالك خصك تكتبها بالدم ديالك واو
تكتبها بالدم. طلبوا مني انني نكتبها، هو اللي قالها لي نيت، ولكن هو راه قالوا له وما نيت، قالوا ان خصو يكتب. المهم راك عرفت السحاره كاملين، المقلوب السميه ديالك بالمقلوب في المرايا، وتقابل معها جوج شمعات وقرا داك الكتاب. بديت نقرا فيها خويا بدر، تيخرجوا عندي خمسه خمسة، وانا فواحد يعني واخا مخلوع، ماشي مخلوع منهم ولا يعني داك، يعني انك بيت بوحدي شكون شويه تشوف خمسه خمسه صافي. انا ما كنتش كدايرين خمسه خرجوا عادي، بشر عادي كيتشكلوا لك في بشر عادي. كذب عليك الكاذب الا قال لك شي واحد الجين تيخرب الصفه ديالو. بشر عادي تشوف فيهم خمسه، خمسه وواحد فيهم اللي تيدوي، دوك الخمسه هو واحد اللي تيدوي، وهذا اللي تيدوي تيبان يعني بحال هو اللي كيتحكم في دوك الخمسه، يعني تيبين لك بانه هو القوي. تيخرج عندك وتيبقى المهم تيقول لك شنو غدير شنو غدير شنو غدير، تيطلب منك بعدا شنو باغي نتايا، شنو باغي يعني شي حوايج باغيهم انت. يقول لك شنو باغي، شنو بغيتي، شنو مطلوب منا، شي اللي تيقول لك. المهم انا ما تندويش صافي، انا يا فشلت شي ما بديتش كاع نهضر صافي، انا غير تنشوف يعني اول مره غنشوف داك يعني داك الشيء. المهم خرجوا بخمسه وبداو عليا، بدا عليا الاخر. المهم هذاك اللي تيبان فيهم هو القوي، شنو بغيتي؟ قلت له انا ما بغيش والو، انا بالخلاج قلت له انا ما بغيش والو. وبدا تيضحك واحد الضحكه، هو تيضحك تنشوف في وجهه تيضحك، والضحكه تجي بحال تيضحك حدايا، بحال حطيتي جيبه حداك هكا وتيضحك شي واحد من بعيد بعد حدا ودنيك ضحكه بشكل يعني واحد الضحكه اللي المهم اخويا بادر عشان نقول لك يعني اللي شاف داك الشيء راه عشان نقول وما سخفش وما ماتش، راه عنده الزهر يعني راه عنده كبده ديال الحجر. المهم انا صافي فشلت، قالوا لي شوف اي حاجه طلبتيها منا غنديروها، ولكن بشرط انك غدير شروط، عندنا شروط ديالنا، وتانتي الا عندك الشروط ديالك حنا غنديروا داكشي اللي قلتي لنا، وحنا وانت غدير داكشي اللي قلنا لك. قلت له واخا مرحبا صافي. تيجيو عندكم في الشروط ديالهم، يعني انت كتقول داكشي يعني انت باغي تخدمهم مثلا ولا هادي صافي، تيعطوكم في الشروط ديالك قبل ما تبدا معاهم الخدمه. الشروط اللي غدير الا بغيتي حنا نحضروا، والشروط اللي غدير الا بغيتي حنا نوليو في الخدمه ديالك، اي حاجه بغيتيها اي حاجه يعني حليتي عليها فمك كلشي غيحضر، يعني غتولي من الاغنياء كاع الا بغيتي تولي من الاغنياء، تولي من الاغنياء. يعني تيغوي بواحد الحاجه اللي انت دارو يعني اللي دغيا غتقول اه، يعني راك عارف يعني تعيش واحد في واحد الفقر، وجيوك الفلوس راه ما يمكنش انك تقول لا واخا يخرج عندك ملك الموت، ما تقولش لا راه فلوساتو تيلعبوا البنات مع دماغ. المهم انا تنفكر في هذيك ديال انك يعني الا بغيتي تولي من الاغنياء تولي من الاغنياء، وتيعطيوني سميتو يعني مثال لواحد السيد انا تنعرفو ساكن حدانا لعباس، علاش يقول لي شوف الخير دالاخر غيولي ديالك، غتولي اكثر من هذا، فهمتي؟ داك الشيء كامل اللي عنده هو غيولي ديالك انت، وغتولي انت هو اللي لاباس عليك هنا، وانت هو هادي وانت هادي وانت هادي، واي حاجه طلبتيها غنعطيوها لك، ولكن الشروط يعني خصك دير هادشي اللي غنقولو لك حنا. اول حاجه تيطلبوها منك اخي بدر، تيطلبوا منك انك تمشي شي بلاصه هكا بعيده وغتبدا فيها يعني خدمه اللي تيعطوكم بلا ما نقول شي حوايج كيديروهم بزاف، والله يسمح لنا يعني درنا شي حوايج وندمنا عليهم. بحالاش هو كيعطيوك اخويا بدر، اول حاجه يعني خصك ما تغتسلش كاع، ما تشوفش الدوج نهائيا، وتكون ديما على جنابه يعني تكون موطي، وما تصداش نهائيا. وكيعطيوك انك يعني تصلي، كتصلي جوج ركعات
وحوايج يعطوهم لك هما تعطوك طلاسم باش كتقرا المهم شي حوايج بلا ما نقولهم انايا دابا فسميتو حيت المهم تقراهم وتتصلي بحال كتصلي لله وكتصلي الكلب ولا الخوف الشيطان ماشي شيطان انا شي الكذابة باش ولا قرد المهم كلب ولا قرد ولا قدامك فاش كنت تصلي تيكون يبان قدامك اخويا بدر وشي كيخرج بعض المرات كلب وشي المهم وشي يبقى يدير شي حوايج قدام كنت كتصلي يعني كتصلي لهم هما كتصلي داك الجن المهم اول حاجه كدير هادي كيشوفوك دير شي هاد الحاجه هادي تيقولوا لك خصك تمشي لواحد البلاصه تعطوك هما بلاصه معينه انك تجلس فيها ويكون معك يعني تمشي لديك البلاصه وتدي معك القران تدي معك القران وتقسموا عليه جوج المهم المهم كتقسموا عليه جوج النص كدير فيه شي حوايج والنص كيداروا به شي حوايج بلا ما نقول دوك الحوايج اللي يتيداروا على القران كتبقى في ديك البلاصه واحد المده ديال 40 يوم ولا اكثر المهم على حسب انت شحال ما انت كتكفر شحال ما انت كتبعد بينك وبين الله وتتقرب ليهم تيقربوا لك المده اللي كتسالي فيها بحال 16 يعني كنشي شافوك هما الكبده ديالك قاصحه انك القران وتقسمه ودير فيه دوك الحوايج يعني دغيا وهادي يقدر ما تدوزش كاع ديك 40 يوم ما تدوزاش هما على حسب تيشوفوك انك تقصح الكبده ديالك يعني ما توليش فيك ما يوليش فيك الجرام ديال الرحمه تيشوفوك ما بقاش فيك الجرام ديال الرحمه انك ما ترحمش بنادم يعني بينك وبين الاسلام الخير والاحسان يعني العاده هو شي واحد مسلم ما تعقلش عليه المهم اخويا بادر مشيت لديك البلاصه قالوا لي هما جلس فيها ريقت الامور ديالي كاملين درت فيها نص ديك المده اللي قالوا لي هما تيجيو عندي بعد في ديك المده قبل تنسمع الغواش بالليل هكا الغواش في ديك البلاصه اللي انا مشيت فيها بحال الخلوه كتمشي للخلوه انك دير دوك طقوس ديالهم كتسمع الغوات الليله الاولى الثانيه الثالثه المهم كتبقى غير كتسمع الغوات واحد المده ما كيبقاش داك الغوات غير ما كيبقاش داك الغوات يعني هما تيحيدوا لك ديك الخلعه ما كتبقاش فيك ما كيبقاش داك الغوات كيخرجوا عندك مباشره عاوتاني ورا ما سالي نص ديال ديك المده تيجي عندي راجل بالحيشو راه داك كتشوف فيه راجل ما تحب عليه ماشي يجي تيجي عندك وتيقول لك يعني غتمشي معايا لواحد البلاصه وما نبغيكش تهضر وما نبغيكش تقول حتى شي حاجه هادشي في النص ديال المده كيديك معاه كتوصل لواحد البلاصه ما كتبقاش انت عاقل كاع على فين غادي حتى كتخرج في واحد يعني بحال المحكمه ديالهم كتخرج في ديك البلاصه بحال المحكمه المهم كيديك هو غير كتبعد من ديك البلاصه كتولي انت مغيب بحال هزوك وحطوك في بلاصه كتدخل تما فين كتعطي العهد تما فين كتعطي العهد بينك وبين الجن يعني كاين اللي كيعطي العهد بطريق شو كاين اللي كيعطي العادي كيخرجوا عنده كيعطي العهد هنا كيوقع بحال المحكمه ديال الجن وكتعطي فيها عهد انك ما غتخرجش شي حاجه من هذا الشيء كامل وانك ما غتخونش لواحد داك العهد اللي كتعطي بينك وبينه شيش اخويا بدر تعطي العهد بالعليك زيك تعطيه حي صافي راك في يديهم اي حاجه غيديروها فيك تعطي العهد موراك صافي كتخرج كيجيبك عاود معاه غير بحال خرجتي من الباب عاود كتغيب كتلقى راسك راك في البلاصه ديالك يعني هما غير كيتحيلوا لك بان رداك مرة ما داك حتى شي بلاصه حنا غير كيتخيلوا لك المهم مورا ما كتعطي داك العهد كيمشي كتكمل ديك المده كيخرجوا عندك تما فين كيعلموك الطلاسم تيعلموك سحر تفريق السحر يعني شي واحد بغى يتزوج بشي وحده داك الشيء كامل كتعلمو يعني دوك الطلاسم كاملين كتكون عارفهم صافي كيعلموك كلشي كتشوف المهم كتبدا كيبداو معاك درجه بدرجه حتى كتعلم داك الشيء كامل
مورا ما كتسالي يعني كتشوف جنيات شكل يعني الزين شنو نقول لك واحد الزين انا عمرني شفتو كاع في حياتي لحد الان ماش داك الزين يعني من الشياطين جن شيطان بقات مارس معاهم المهم في ديك المده المهم بقات مارس مع جنيات هكا كتبان عندك راه زوينه وكذا وهادي كتشوفها جنيه زوينه اللي كتجي كتمارس معاها يعني حانزه واحد الريحه يعني ما تصورش. المهم دوك الممارسات الجنسيه مع الجن وداك الشيء كامل حتى هو كيدخل يعني في دوك الطقوس ديالهم مورا ما تيعلموك دوك الطلاسم كاملين كتكون عارف دوك الطلاسم من شباب اللي غتخدم بهم كتجي كتبدا الخدمه ديالك يعني مع عباد الله الجن اول حاجه تيديرها يعني كلشي كيولي يعرفك كلشي تيولي يعرفك بان راك سحار يعني ان فوا تخدم غير الواحد كلشي تيعرفك بان راك باغا تخدم لهذا وتخدم لهذا الا جا عندك واحد وخدمتي ليه يعني وخدمتي ليه مزيان راه يمشي عند واحد اخر يقول لي راه كاين واحد لقيها كيفاش يعني الجن يصيفط لي ميساج يعني كلشي كيولي عارفك سحار. مشيت اخويا بدر جيت للدار جلس عادي تيجيو عندك تيطلبوا منك انك تمشي تصلي جماعة في الجامع وما موطيش وما مغتسلش وما تقراش يعني القرآن فقيلة كانت يقرأ القرآن انت كتصلي ماشي القرآن كتقرأ كتصلي ليهم هما جامعة في الجامعة تشي في الجامعة تيطلبوا منك هاد الحوايج هادو تيشوفوك كدير في داكشي اللي تيقولوك تيشوفوك تدير في داكشي اللي تيديرو اللي تيقولوك شحال ما شحال وانت كدير في داكشي كامل هما كيتقواو بحال قلتي كيتقواو من داكشي انك دير دوك الحوايج باش هما يقدروا يخدموا معاك فهمتي باش كتولي انت بعيد من الله بزاف يعني يقدروا يتحكموا فيك الا ما درتيش هادشي راه ما يقدروش يتحكموا فيك لأن البشر صعيب لهم إلا قال غي بسم الله راه صعيب راه ما كيقدروش يقربوا لي فهمتي يعني هما تيخليوك ما تذكر كاع ما تذكرش الله نهائيا باش هما تيقدروا يتحكموا فيك باش هما تيقدروا يتحكموا فيك ما تذكرش الله نهائيا. المهم بديت خدام أول خدمة غنخدمها واحد السيدة تلاقيت واحد الدري صدفة بلسنا انا وياه شحال ما تلاقينا انا وياه كان تيقرا معايا تلاقينا انا وياه بديت نشدو في هذا الشيء ديال يكون هو عارفني يعني من قبل عارفني انا تنحفر ما عارفنيش انا تن يعني وليت تنخدم حوايج اخرين يعني بعت الله حفير وبعت بدينا كندويو. المهم الهضره كتجبد الهضره شويه قال لي واحد السيده راه كتقلب على شي فقي الا كتعرف شي فقي راه مشات لها 12 مليون من الدار الا كتعرف شي فقي اللي غيقول لها شكون هذا اللي دار الفلوس راه تعطيه 1000 درهم يعني اعطيها 1000 درهم التسبيق انت تعطيها 1000 درهم تسبيق و1000 درهم يعني ولا 2000 درهم ولا 5000 درهم المهم على حسب داكشي اللي قدات عليه هي قال لها شكون هذا اللي هز الفلوس قلت له ماشي مشكل عطيني السميه ديك السيده عطاني ديك السميه السيده قلت له شحال بيهم في الدار قال لي شحال بيهم. المهم السميات ديالهم كاملين شديت السميه اخويا بدر اول خدمه ليا غنخدم جيت للدار يعني في الدار ما كيصلح ليش نخدم دريت انني نخرج لواحد البيت بعيد على الدار جلست فيها بديت خدام. المهم تنخدم اخويا بدر على دوك السميات كاملين نشوف شكون هذا اللي هز الفلوس السيدة من الدار يعني كتصيفط الخدام ديك الساعات يعني كتذكر اسمية وحدة ديال ملك الجن ديال واحد الملك من الملوك الجن مالو تسمعوا كمل اخويا محمد تيقول لك هو شنو باغي يعني شنو هي الحاجه اللي باغي انت مني انايا كتقول ليها شنو يا خني خصني نسحر لهذا ندير لهذا التفريق وهذا. المهم ملك الجن هو تيصيفط الخدام ديالو الخدام ديالو تيمشيو تي سينطاق القارين تيمشيو لدوك السميات اللي انا
كتكون ذاكرهم في داك الطلسام والبخور وداك الشيء اللي كتعطيهم في المقابل ديالهم باش انهم تصيفط في الخدام ديالو الخدام تصيفطهم تيكونوا عندك الخدام بزاف يعني كل مالك تيحكم على 100 خادم وكل 100 خادم تحت منه 100 خادم وهي غدا هكاك بالدرجات الجين بالدرجات تنجي عنده لا غدي حبنتو ديك ديال اخويا بدر تنجي لا قلت ليه كتو فلوس ها اللي هز الفلوس بنت هزات 3 مليون والباقي هزو الدري ولدها بعدها بجوج هزو الفلوس ماشي شي واحد براني ولادها بجوج ولد وبنت بنت هزات 3 مليون الدري هز الباقي كتو هادشي اللي كاين قال لي كتو هادشي اللي كاين قال لي شكون قالها كتو واحد الفقير اللي قالها لي راه صونيت عليه عطيتو السميات هو اللي قال لي شنو 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 مشى هذاك الدري قالها لديك السيده المهم دابزو تما في الدار منط الحيحة في الدار عندهم عرفوا بأن الدري هو اللي هزهم الدري عندهم تيشرب لا غد لي تيعيط لي قال لي الأمانة ديال السيد راه موجودة دو السقا كنمشي كندوخ من دوك الفلوس أخويا باقي يعني ما ضربتيش عليها التمارة كاع 1000 درهم تشدها وانت يعني كضرب جوج سيمانات من قبل 3 سيمانات وما كتجمعش ديك 1000 درهم أن تجيك في يومين راه يعني كتقول هادشي راه فيه الفلوس وين بديت خدام هكاك اخويا بدر عطاني 1000 درهم دازت واحد السيمانه زاد لي 1000 درهم اخرى قلت له 500 درهم ديالك انت الا اي وحده بغات شي حاجه بحال ما هكا ولا شي حاجه كيما بغات تكون صوني عليا السيد راه خطر انا ما قلتلوش انا ما بغيتش نشوه راسي بغيت حتى شي واحد يعرفني اش انا كندير دلو يعني عرفت بان راه خدمه تنخدم وين بديت خدام هكاك المهم هضره كتجيب هضره هذا شي يقول راه كاين الفقيه هذا شي يقول راه فقيره والفلان راه تيعرف واحد الفقيه كيفاش كيفاش المهم حتى كتصون عليه واحد النمره بالليل النهار صونات عليه واحد النمره بالليل صونات عليه واحد السيده قلت لها الو شكون قلت لي انا فلانه اشنو وقع لي اشنو وقع لي بغيت شي فقيه انا وقع لي شي مشاكل كيفاش 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 الراجل ديالي راه تزوج المهم تزوج مره اخرى وسمح فيا وهادي المهم انا بغيت له الضمار يعني بغيتو لا هو لا ديك المراه ما يعني ماشي يرجع ليها هي بغات ليه الضمار يعني يدمر محمد عفوا كلشي بالك العقلي بارطاجي قال لي تيتفرجوا اللي تعرفوه كلشي طاقي شي واحد في لي كومونتير كلشي طاقي شي واحد يبارطاجي كل واحد يطاق لي شتو فايق طاقيو هذاك الشيء باش قال لي الا قطعت راه باش شي انا راه هما اللي تيقطعوا راه مازال دوز قصه اخرى اخوان كلشي بركه على جيم 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 وبارطاجي جيم وبارطاجي جيم جيم كلشي كلشي اي 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 يلا يا اخوان كلشي جيم وبارطاجي الو الو تسمعك اخويا محمد كمل لينا اخويا محمد اخويا بدر كتصوني عليا بالليل الراجل ديالي كيفاش 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 قلت لها صافي واخا شكون عطاك النمره كتقول لي راه النمره اي واحد السيد اللي عطاني النمره كيفاش المهم انا ما دخلتلهاش في التفاصيل اكثر يعني قلت لها شنو هو المشكل ديالك شنو قلت لها نتلاقاو انا وياك غنطلب منك شي حوايج غتجيبيهم لي قالت لي مرحبا صافي انا وديك السيده فين ساكنه انت هي بعيده على البلاصه اللي انا ساكن فيها قلت لها ماشي مشكل انا نجي في نفس المدينه ماشي في نفس المدينه قلت لها ماشي مشكل انا نجي لعندك وانا راه يعني بغيت نمشي عندها باش نطلب منها شي حوايج تجيبهم هي يا الرجلة يعني إلا جات عندي للمدينة ديالي ولا إلا قلت لها في التليفون شنو غتجيب كنخاف تنسى شي حاجة يعني وما نخدم لهاش مشيت عندها تلاقيتها المهم هي ما شنو نقول لك هي يعني كتشوف واحد الإنسان باقي جون يعني ما متيقاش كتحاول واش أنا تكذب عليها واش أنا يعني غناكل على فرقة قالت لي أخويا بدر قالت لي شوف ما غنعطيك حتى ريال ولكن الا قدرتي انك دير هادشي اللي غنقول لك فراجلي غنعطيك 10000 درهم عرفتي ديك 10000 درهم انك تسمع 10000 درهم وانت يلاه بنتي المهم كيما قلت لك 1000 درهم 10000 درهم او هادشي راه غادي وكيتزع
خصني. قلت لها مرحبا، قلت لها شنو بغيتي؟ قالت لي الراجل ديالي وبغيت لي حاجه وحده الدمار، يعني الدمر عيش غير في المشاكل. قلت لها ويلا ويلا انا يعني رجعت لك راجلك، خلي هادشي ديال الدمار هادشي الا زعما جعلته انه يكرهها ويولي لعندك. قالت لي الا 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 درتي هادشي وجع ورجع وتطلق هذيك، يعني حيت هو تزوج مره اخرى ومشى سمح في هذه. قالت لي الا رجع انا نعطيك 10000 درهم. قلت لها ماشي مشكل، مرحبا، ما طلبش شي حاجه سهله. قلت لها تجيبي لي حوايج اللي تيلبس هو يعني الداخل ويكونوا موسخين، ما يكونوش نقي، ما يكونوش مغسولين، موسخين ديالو هو. شاشه خويا بدر جابت لي حوايج اللي تيلبس هو للداخل، جبتهم خديت الامور ديالي باش خدام وبطلت الطار. جلست بالليل كنبدا الخدمه ديالي، ساليت الخدمه ديالي كنصوني عليها في الصباح. قلت لها واش ديري 10000 درهم الا طول راجلك يومين غادي يدق عليك الباب ويدخل. ما قطعتش على لابيل اخويا بدر، حتى ولات صونات عليا وقالت لي راجلي هو راه معايا هنا في الدار. حيت قلت لها ملي يدخل قبل ما يدخل انا غادي نوريك شنو غاديري، يعني ماشي غيدخل صافي هكا. قلت لها نوريك شي حوايج غاديريهم ملي يدخل، يعني غيدخل الدار صوني عليا باش نوريك انا الحوايج اللي غاديري مورا ما غيدخل. قالت لي صافي واخا يلا. قطعت الفيلم جلست جوج دقائق تصونات عليا قالت لي هو دخل. قلت لها واش ديري الامانه ديالي، انا واحد شويه غادي نجي عندك، يعني ما عطلتهاش نجلس نقول لها صافي زيد تصيفطي عليه ولا. قلت لها غنجي عندك، يعني خصني نمشي باش نعطيها حوايج اخرين عاود ديرهم في الدار باش ما يتحركش، يعني كتحط ليه القدام شي يولي يلعبوا ليه على الدماغ ديالو، يعني ما غينساهاش، ما غينساهاش نهائيا، يعني يولي هو تبان له غير هي. عطيتها شي حوايج، مشيت عند اخويا بدر وصلت عطات لي الامانه ديالي، يعني كاش ماشي حيت انا قلت لها غيرجع، ولكن الا ما الا ما عطيتينيش يعني الامانه ديالي راه نقدر نمشي نحمقك، ماشي غير ندير لك شي حاجه اللي غدمرك ولا. قلت لها غنحمقك وشي حاجه سهله عندي، المهم انا تنلعب داك الشيء ماشي عندي ساهل. مشيت عندها جابت لي الامانه ديالي تنعطيها، المهم شي حوايج ديرهم هي. قلت لها شنو غديري قبل ما يمارس معاك اللي لي جينا معاك، شنو غديري شنو غديري شنو غديري شنو غديري؟ درت له ما غيقيس حتى شي وحده من غير هي، يعني الذكر ديالو ما غينوض حتى شي وحده من غير هي، لصقتو ليها هي، يعني غيبقى ينوض ليها هي، يجي يبغي ينعس معها راه ينعس، يبغي ينعس مع شي وحده اخرى ما يقدر يقرب ليها، المهم يعيش معها الرومانسي، ولكن باش يقيسها راه ما يقيسها، ما غينوضش كاع نهائيا، يعني ما بلا ما نقولوا. المهم عطيت هذوك الحوايج كاملين دارتهم، عطات لي الامانه ديالي، جيت بحالاتي راني خدام، يعني ميسر بقيت خدام على ديك غادي في ديك الطريقه خويا بدر. وصلت في الكونت 4 المليون، 4 المليون تما فين انايا غادي، يعني غادي نبغي نتزوج وغادي نبغي يعني ندير طوموبيل وندير هادشي ما غايبغيوش، تما فين انايا غادي يعني غنبدا في المشاكل عاود. يعني انا عطيتك شويه من داكشي اللي خدمتيه في الاول، خلي عليا بزاف، يعني عيالات الدراري هكا القبول خاتم حجاب اي وحده يتلاقاها ما تقول ليش لا، واكثر هي البنات البنات اللي تتلبس هكا وتتلبس شي حاجه هكا مزيره وتبان هكا زوينه، راه شي اكثريه ديال الشباب خدامينها بالقبول، تيديرها قبول هكا منفقي يقدر يجي عندك يقيسك يقول لك سمحي لي اختي يمشي يضرب دوره يجي عندك يوقف عليك يقول لك النمره ما تقدريش تقولي ليه لا، حيت يكون داير يعني خدم راسو يعني داير راسو قبول، راه واخا يجي يطلب منك اي حاجه ما تقوليش ليه لا نهائيا. واكثريه البنات اللي ما تيصليوش وهذوك اللي تيلبسوا ذاك اللباس راه ما كيصليوش، راه اكثريه ديالهم ما كيتوضوش كاع، ما عرفوش الشروط ديال الوضوء، يعني كيجي سهله الخدمه، هذه كتكون سهله الخدمه. الشباب وصحاب طوموبيلات خدمت يعني طوموبيل كتكون ما فيها ما يتشاف، كدير له حجاب هكا في كوسان الشاري الاول غير كيدخل الطوموبيل كيتكع على الكوسان كتلصقوا ديك الطوموبيل ما كيتفاكش من غير الا كان يعني تقي لهم وضي.
ما كانش موضي ومتقي الله راه دغيا تيسقي. يعني اللي صعيب في الخدمه هو اللي تيصلي وتيكون محصن. هذاك راه كتصيفط له خدام باش يخدموا وتيرجعوا تيقولوا لك راه تنسمعوا الخطوات ديالو وتنسمعوا الصوت ديالو ما كنشوفوش. يعني الجن ما تنشوفوش كاع نهائيا. صحابك هاوي مهم. شوف في المغرب كامل الناس هادشي يعني ما خدمت بزاف بزاف صحاب القهوي المحلات كلشي 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 كيدير السحر خدامين بالسحر. ما كاينش يقول لك شي واحد انا خدام بلا سحر يعني وزاهي عنده القضيه. ما كاينش كلشي خدام بالسحر. صحاب القهوي المحلات صحاب الطوموبيلات الشباب بنات اكثريه الشباب دابا ولاو تيسحروا للبنات. يعني شي حاجه اللي يعني في شكل عندك دري ما كتبغيش بنت تزوج به ولا كتزوج شي واحد اخر تيجي تيلا سحر الدمار راه تيدمر فيها. ما كتزوجش كاع ولا كتحماق ولا كتنصاحر. المهم سحر الدمار كاينين بزاف منهم بزاف. المهم اخويا بدر بقيت على ديك الحال خدام وصلت ل 4 مليون في الكونت. هادو فلوس جمعتهم غير من هادشي 4 مليون تما فين غادي يعني. والنهار الاول اللي كتعطي فيه داك العادي انا كيطلبوا منك انك ما تزوجش وما تبي يعني الفلوس ما غتحكمش فيهم كيتحكموا فيهم هما. تبغي دير شي حاجه خصك تطلب منهم اشنو غندير تي يعطيوك هما تيسلموا لك انك دير ديك الحاجه. يعني هما راه ما يسلمولكش انك تولي لاباس عليك وعايش العيشه ديال الرفاهيه. راه ما يعني ما تعيشهاش واخا يكون الكونت ديالك امر فيه اكثر من مليار. يعني هادشي اللي تنقول لك انا في المده ديال عام 4 مليون راه يعني وأبار داكشي اللي تنخسر على راسي. المهم تما فين انا غادي نبغي نتزوج وديرت انا ضاري وندير هادي وندير هادي ما بغاوش ما تيبغيوش. وانا في الاول يعني قبلت دوك الشروط. علاش قبلت انا دوك الشروط؟ يعني كيفاش انت غتجي وغتزوج واحد؟ يعني انا ما كانش عندي الحلم انني نتزوج مغربيه كاع. كنتش كنفكر انني نمشي لبرا بزاف د الحوايج. وانت كتمارس الجنس مع جنيات الزين راه في شكل يعني ما كانش عندي فيه نقول راه عمر ما تبدل ليا العقل ديالي. يعني نبقى هكا بقيت معاهم هكا اكثر. المهم كيطلبوا منك شروط يطلبوا منك بزاف د الحوايج تديرهم باش انهم يعطيوك يسلموا لك انك تزوج. وهذه وحاجه وحده اللي يطلبوا مني هي انك الا تزاد عندك ولد ولا بنت غيملكوه هما. هو اللي غيولي الوريد ديالك. يعني داكشي اللي غتخليه كامل غيولي هو اللي شادو. يعني هو اللي غيشدك داكشي هادشي اللي كدير فيه انت دابا هو اللي غيولي بلاصتك. يعني ملي تموت انت اللي في بلاصتك هو اللي غيشد هادشي هذا كامل. يعني الفلوس غيبقاو ليه هو حيت حتى هو غيولي سحار بحالك. يعني انا داكشي ما خدام ليش. لانك ولادك تعطيهم الجن يملكوهم راه في شكل ما قدرتش. واحد النهار صافي مرت في عقليش. يعني دمرت عايش نبكي بوحدي شي تنبكي بوحدي واخا انا ها فلوس ها اي حاجه بغيت نخدمها راسي تنخدمها قبول ندير اي حاجه. يعني بزاف الحوايج درتهم ما بغيتش نقول شي حوايج عيالات الرجاله. المهم شي حوايج ما بغيتش لا لا غيعاودهم الا كانوا يستافدوا منهم الناس اللي كانوا ما فيهم ما يتقال اخويا بدر. ما فيهم ما يتقال عيالات بزاف اللي كتجي عندك تسحار لراجلها ولا تيقول لك هما خصك يعني تمارس معاها هما شي من القدام. يعني تيطلبوا منك تمارس معاها يعني من الحاجه اللي حرم الله. هما تيطلبوا منك حاجه اللي حرم الله وهي امها مزوجات. يعني اللي ما مزوجاش ملي كتجي عندك هكا يعني باقا بنت تخدم لها. يعني جات عندك على قبل انها تخدم لها يبغيها شي واحد ولا تزوج بشي واحد تخدمها بالدم ديالها هي يعني دم الحيض. المهم اخويا بدر خدمت هادشي كامل. المهم شي نقول لك دابا نعطيش كاع شويه من بزاف. المهم خدمت هادشي كامل وصلت لواحد الوقت اللي نقول لك انا شنبكي بوحدي شي صافي دمرت. ما بغيتش انا هذيك طريقه كاع صافي وليت كرهتها. هي النهار اللي غنبغي ندخل يعني نقول لي نتقرب من الله تيهددوا فيا مباشره عشان خرجوا عندي بالليل. وكانت مرات خويا حامله
وما يعني وليت تنصلي يعني تقلب الضغية ضغية تقلب هنا يا وليت يعني شدين صافي نهائيا صافي دعات على داك الشيء صليت خرجوا عندي الليلة الأولى وتهددوك بالعائلة ديالك وتهددوك أنك ما عمرك ما غتعيش مرتاح وما عمرك ما غتزوج وغيديروك غيفعلوك وانت الجين تدير لك السحر الجين تيسحرك تيسحرك انت باش ما تدخلش كاع الإسلام المهم واخا هكاك تحديشهم المهم بديت نصلي غتشري مع راسي صافي الضماش عرفت راسي انا غير تندير العباد الله شحال من واحد تنشوفو هكا تنخدم وما مرتاحش يعني كتخدم الواحد انك تلصق الوحده هو ما باغيهاش وغتلصقو هكا حيت دارت له السحر يعني كيتزوج بها بلا خاطر وتنشوف يعني الشيء يعطيش كي شويه ما كاينين بزاف منهم عادات. المهم صافي انايا قلت شي نهار غنموت غنمشي ديريكت لجهنم يعني عارف انا يعني مرونه مع الله يعني عارف راسي غندخل انا اسفل السبيل صافي عيش ديك الله غيلحق ديريكت النار حيت ما داير حتى شي حاجه انا اللي شنو نقول لي يا ربي دخلني الجنه وانا ما دايرش فيها شي حاجه اللي زوينه في الدنيا انا ما مدوش الدنيا ديالي زوينه هكا بحال الشباب ولا شي حاجه يعني راك عارف السحر راك صافي كافي دخل الجنه خصني نشوف. دخلت النهار اللي غندخل توبة أنني نبدأ خرج عندي وبدأ شيء توفي الليلة الأولى الثانية وأنا ديم يعني عرفت الطريقة اللي غندير باش أنهم يقربوش لي حيش أنا ملي كنت كنخدم هالشيء تنشوف غير نقاط الضعف ديالهم الضعف ديالهم واكتشفت بأن الشيطان يعني باش توصل للشيطان يخرج عندك حيت قلت لي قبيلة الشيطان كسرقع الشيطان ما كسرقعش الشيطان كسرقع الجن الشيطان اما الشيطان راه يكذب عليك الكاذب ولا شي سحار كيما بغى يكون ويتحدانا جميع السحاره ديال العالم كامل. الشيطان راه ما شافو حتى شي واحد ما شافو ما غايشوفوش كاع نهائيا هو متكبر ما غايجيش لعندك انت ويعطي معاك عهد ولا يخدم معاك راه ما غاديش يخدم معاك وانت ما كتملكش الجن لا الجن اللي تيملكك ما دامكش دير في دوك الحوايج اللي تيقول لك هو اللي تيملك يعني وتيسحب حتى راك انت اللي مالكو وكتخدم لخوتك المسلمين يعني الشيطان هو تيصيفط غير في الجنود ديالو والدريه ديالو راه حتى هما متكبرين وغير الجن اللي تيكون هكا درجات يعني العفاريت راه كيتكبر الا كان شيطان عفريت جن شيطان عفريت من الكبار من العفريت راه يعني متكبرين بزاف راه ما غايجيش لعندك انت هو يخدم معاك ولا يقول لك شي واحد انا راه تنخدم بالشياطين وتنخدم ملوك الكبار ما تيخدمش بهم تيخدمها بدوك الصغار بالخدام بالخدام الصغار يعني هذوك الشياطين الصغار اما الكبار راه ما غاديش يكون عندك يعني خصك توصل لواحد النسبه في واحد الهرم ديال 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 حيت كاين واحد الهرم كتوصل بالدرجات يعني باش توصل غير للوسط خصك بزاف يعني خصك تكفر لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف يعني يقدر يطلب منك تمارس مع الام ديالك ولا اختك ولا شي واحد يعني باش انت غادي في الكفر هما كيطلعوا درجات باش يوليو عندك الخدام بزاف. انا راه ما وصلتش لهذا الشيء وكانت عندي 150 خادم من الخدام ديال الجن خمسه ديال الملوك وكل ملك تحت منه 100 خادم وملك الاخر 100 خادم وعاود ديك 100 خادم كتلقى تحت منه 100 خادم هذا الشيء 150 خادم يعني فيهم الملوك وفيهم عفاريت ولكن الكبار فهادو خمسه الكبار فهادو كاملين خمسه حيت يقولوا عندك بزاف ديال الجنود الخدام كل واحد والمهمه ديالو هذا ديال التفريق هذا ديال السحر الاسود هذا ديال المهم كل واحد الخدمة ديالو كل واحد شنو تيخدم هذا ديال الدمار هذا ديال كون بغيت تخدم شي حاجه راه المهم اخويا بدر بداو تيهدوا فيا رجع لك نكمل لك القصه التهديد كانت مرات خويا حامله اول حاجه غادي يهددوني بها وغتوقع هي خرجوا عندي وقالوا لي شوف الا ما رجعتيش للخدمه ديالك ورجعتي يعني ما خنتيش العهد اللي عطيتينا راك غتكون بخير خنتي العهد وما بغيتيش ترجع راه يعني الولد ولا ديك البنت اللي حامله به بلا ما نسمي راه ما غاديش يتزاد وهذا الشيء غنعطيوك هذا الشيء غير شويه من بزاف وانا ما بغيتش اخويا بدر يعني بقيت
معهم هكاك تيخرجوا غير تيخرجوا عندي هكا تنقرا في القران، يعني عارف الايات اللي تنفرقعهم بدوك الايات، عارف الايات اللي كتاثر في الجين، يعني غير تنبدا فيها ما تيبقاوش قدامي صافي تيمشيو. نهار اللي غتزاد بنيه، المهم دينا السبيطار عيطوا لي قالوا لي شنو راه هبطوها للسبيطار. المهم بلا ما نسمي المدينه حيت دينا السبيطار والله اللي ساكن فيها ما فيها شي سبيطار هكا يعني زوين زعما عمل دير عمليه ولا لا، كان فيه غير فرمليات هكا عادي ما فيهش الاطباء. دينا السبيطار الكبير زادت البنت اخويا بدر، يعني البنت كانت كتحرك هكا في كرش ما كتحرك قبل ما تزاد، يعني بعشرة دقائق كتحرك مورا ما تزاد زرقاء، بنت زرقاء بنت بحال شي واحد لداخل في الكرش ديال الموش يعطيها في العصا، يعني حتى كامله زرقاء بحال كلات العصا نقاش. المهم الاطباء راك عارف الهضره ديال الاطباء تيقولك راه البنت خنقات تعطلت وكذا وهذه، المهم ماشي مشكل طلعش انا عارف يعني منين جات. جيت للدار نعس باللي تيجيو عندي باش يقول لي هذا الشيء راه غير هذا الشيء اللي وقع راه غير شويه من بزاف، باقي جايه شي حاجه كثار من هذا الشيء، الا ما بغيتيش يعني ترجع راه باقي جايه شي حاجه كثار من هذا الشيء. انا هو بقيت يعني قلت لهم انا ما تنخافش، يعني انا تنهضر معاهم هكا مباشره، قلت لهم انا ما تنخافش من الجن وما تنخاف من حتى شي حاجه، يعني هادوك عارفهم انا غير الخدام يعني، وتا من الملوك الكبار يعني راه عارف تكون محصن وتكون موضي ومحصن وكتصلي راه ما غادي يقرب لك حتى شي واحد من الجن، ما يقرب لكش نهائيا. ما بقيتش انا في ديك يعني في الصلاه العباده وتنقرا القران بالليل، المهم تنكون ديما على وضوء وليش مزيان المدة ديال سيمانة ما تيخرجوا ما والو. عفاكم كلشي بالك على قليب وبارطاجي، ايوا حتى تفرج قليب وبارطاجي، الله يجازيكم بالخير. يلا كلشي بارطاجي كاع، شوف كل واحد يبارطاجي في 10 ديال الجروب كلشي بارطاجي. محمد الو تنسمعوك اخويا. وي تقطع اخويا بدر. كمل لي اخويا. اخويا بدر المهم بديت تنصلي كملت هكا المده ديال سيمانه، قلت الحمد لله بعد هاد الشيء راه غادي مزيان راه ما خرج عندي ما والو، وليت مدمر يعني مدمر لواحد الدرجه اللي كبيره بزاف، يعني ما عايش مرتاح يعني، وخا تنصلي وشا طريق الله يعني وما في تيديرك بحال تما السحور بحال، المهم تيدمروك هما راك عارف، المهم ما لا خدمه لا حتى شي حاجه، المهم كتبقى غير مدمريش اي كتفكر هما تيمرضوك في حياتك ما كيخليوكش تعيش مرتاح. كملت ديك السيمانه قلت الحمد لله صافي راه بخير وكذا وهذه راه صافي راه انايا راه ما يبقاوش يخرجوا عندي صافي راه قهرتهم. مورا ديك السيمانة تيخرجوا عندي تيقولوا لي ولد اختك هو جاي في الطريق، حتى هو راه جاي ينوبته وايلي، تنقول وايلي هادو راه يعني اختي عندها ولد واحد، واحد اختي عندها ولد واحد يعني ما بغيتهاش تأذى المهم بديت تنفكر في ديك الهضرة اللي قالوا ليهم، نيش نفكر راه اختي عندها ولد واحد ولا كاينش انا السبب، يعني راه نقدر انا ندير شي حاجه في راسي باش انا نخليهم يعيشوا مرتاحين، حيت انا اللي السبب لهذا الشيء كامل اللي وقع. المهم في الصباح فقت كتصوني عليا اختي كتقول لي راه الولد رافق في الصباح وعواشت لواحد العين ديالو عواش ما فقتش في نيشان ولا حول. مدته السبيطار تيقول الاطباء خصو يدير سكانير خصو يدير هادي خصو يدير هادي خصو يدير هادي، تيخرجوا عندي عاود بالليل نفس الهضره شتا عييت، يعني الا بقيت معاهم هكاك يعني نتزير معاهم غيبقاو غير يعني في
يقدر يقتلوه ولا يقتلوا شي واحد اخر من العائله يعني يبقاو هكاك يعني الشراسي غادي غادي يعني في الخسران معاهم يعني ما ربح معاهم حتى شي حاجه يعني حتى الخسران هاي في عائلتي شي ادي وعائلتي وعائلتي راه ما يمكنش ان الانسان يبقى ديما مغطي ولا تجي تقول لهم شنو كاين يعني اي حاجه توقع لهم ديك الساعه يقول لك انت هو السبب ما بغيتش ندوي كاع نهائيا يعني في داك الموضوع. المهم اخويا بابور شتا عيش قلت غير رجع يعني ما عندك فين غتمشي رجع لنفس الخدمة ودابا تخيل معايا انك غترجع وتيبغيو ينتقموا منك درجة بدرجة وخا رجعتي تيبغيو يندموك على داكشي اللي درتي من قبل حيت من قبل ما قدروش عليك بالقرآن وبالوضوء وبالتحصين مورا ما كان ودابا تندوي معاك اخويا بدر باش نترعى يعني تايلا ما قدرتش نكمل. المهم بديت معاهم جديد رجعت من جديد نفس الخدمة يوليش خدام ليش أخويا بادر شحال يعني شحال يعني من دوك الملوك الكبار تيخرجوا عندك بالتحديد ودوك الكبار راه عرفتي واخا يكون بنادم يعني شادين ديال بصح راه تيتسناوها الغفلة من بنادم يعني راه واخا تكون انت شي حاجة راه كيتسناو منك الغفلة يعني تزقل مشيتي. رجعت للخدمة ديالي من جديد تنخدم شي عندك هذا تخدم له شي عندك هذا تخدم له يعني صافي قلت انا الا بقيت معاهم هكا ولا ولد خشي بخير يعني ما بقاش يعني ولي يدير سكانير ولا رجعت معاهم ولا بخير قلت صافي هادو ما غاديش يتفكوا معايا غادي نبقى هكا تنشوف فين غنوصل معاهم. المهم بقيت خدام يوم قلت هذا شنو نخدم العاده ونخدم العاده المهم تنبينش راسي انا يعني بزاف اكثر يا تنبين راسي البنادم براني يكون هكا شي واحد تيجي عندي ناس براني يعني ماشي ما تنخدمش كاع تنخدم غير باش نغطي على داكشي اللي تندير انا ما خاصنيش فلوس انا اي حاجه بغيتها راه عندي فلوس عندي يعني بزاف د الحوايج موفرين. المهم بديت خدام وملي تنصيفط حتى شي حد من دوك القدام وما هم وتيمشي التاكسي اللي خدمت له داك السي حتى يمشي عند راقي وتيخرج داك الخادم يعني من الخدام يخرج وتيوريه البلاصه ديال السحر تيتهز داك السحر يعني كيتفسخ ما كيبقاش كيرجع عندي داك الخادم كيرجع عندي كنوصل معاه حتى للمحكمه ديال الجن وكيتقتل كيتعدم قدامي اخويا بدر. كيفاش هو كيفاش هاد القضيه ما فهمتش دابا كنتخدم مثلا خدمت لشي واحد سحر تصيفط خادم حتى هو اللي تيخدم داك السحر مثلا سحر تفريق ولا يعني داك الخادم تيمشي لداك الانسان اللي انت مصيفطو ليه تيتسكن تيتسكن تيولو عنده مشاكل بزاف د الحوايج يعني داك الشيء اللي خدمتي ليه انت مورا ما كيشوف راسو راه مسكون تيمشي عند الراقي تيدير الرقيه الشرعيه وملي تيخرج داك الجين الاسرار ديال ديال ديالك انت الخدمه ديالك وتيخرج الاسرار وتيوريه البلاصه السحر وتيتهز داك السحر وتيتفسخ تيرجع عندك داك الخادم دوك الخدام يقدر يسلم والشيطان ما كيسلمش يعني كاين بعض الرقاه تيقول له الشيطان صافي غنسلم اشهد ان لا اله الا الله صافي تيقول راه شهد صافي راه دخل الاسلام ما كيدخلش راه الشيطان راه ما عمره ما كيدخل الاسلام يعني الشيء راه ما بغاش الالاف ديال البشر ما بغاش يفهموا راه الشيطان ما كيسلمش راه يكذب عليك الكذب الا قالك شي واحد راه تيسلم الشيطان الجين تيسلم ولكن واحد الجين اللي قوي درجات عفاريت تيكون قوي تي الا سلم ما كيقتلوش الاخرين الا كان ضعيف تيقتلوه الا سلم تيقتلوه يعني ما غيخليوهش تينحيوه والاعدام. ملي تيجي عندي داك الخادم تيرجع يعني خرج على يد تيراقي هكا وتيوريه دوك الاسرار كاملين تيرجع يعني كتوصل معاه المحكمه هاد الجين كتوصل معاه المحكمه هاد الجين وكيتعدم قدامك حيت ما وفاش بداك الشيء اللي قلتي ليه انت يعني هما تيوريوك داك الشيء كتشوفو بعينيك باش تا الا درتي انت هكاك راه يوقع لك نفس المشكل يعني هما مثلا غيدمروك هما تيعطيوك اي دمروك الجين فاش عدموه في ديك المحكمه كيسيديروا يعدموه
المحكمة صافي كتوصل معاه للمحكمة كي محكمة بحال دخلتي المحكمة ماشي بحال المحكمة ديالنا حنايا المهم المحكمة ديالهم ويكونوا فيها القضاة الملوك ديال الجن يعني حاكمينها الملوك ديال الجن كتدخل وتيدخل معاك داك الخادم كتمشي معاه المهم الطقوس اللي كدير كتوصل لديك البلاصة المهم داكشي كامل كدير كتوصل لديك البلاصة اشنو دار اشنو دار اشنو يعني عطى اسرار هما ما غيبغيوش ان داك الجن يعطي اسرار للانس علاش حيت الشيطان صيفطو من فصيله الشياطين يعني الشياطين الغرض المهم غرضهم انهم يعني البشر ما يدخلش الجنه كاع نهائيا هما تيعدموه قدامك تيعدموه قدامك اعدام اعدام ماشي تيدخل الحبس والاعدام كيتقتل كيتضرب بالسيف مشى له الراس صافي تيطيروا له الراس قدامك انت كتشوف فيه هذا خادم شحال قتل شحال قتل دوك القدام هكاك يعني كتصيفطو كيرجع راه كتوصل معاك تيقتلوه كيكون شي واحد هكا مسكون من الخدام الضعاف ديال شي سحاره كاش كيشوف تيكون خدام مالك من الجن ولا جوج ملوك وكيجي عندك شي واحد هكا مسكون تيقول لك انا راه خص جيت عندك انا راه مسكون راه كدا هادي وهادي كتصيفط الملوك ديالك كتحطهم في الباب كي رجع داك الخادم ديال الجن ما عندوش فين غيخرج تيرجعوه كتقتلو كيقتلوه هما وكيتحكم روح نتايا حيت نتا هو السبب المهم بحال المهم هادشي اللي تنقول لك راه شي حاجه ديال الخيال يعني تيقتلوه المهم كيتحسب عليك روح حتى هو يقدر يجي واحد النهار غيسلم وغيدخل الاسلام وغيولي حتى هو من المسلمين حيت الله قال لك خلق الانسان والجن للعباده لا غير هو يقدر يعني حتى هو يقدر يدخل الاسلام يعني انت كتدي ديال الروح انك قتل شي روح بقيت خدام هكاك الخدمه ديال السحر ما كاينه السحر صافي عارف راسي انايا غادي فسمي شوف واحد الطريق ما مزيانش ولكن ما عندك فين غتهرب يعني واخاش بغيت تهرب فين غتهرب يعني غتهرب غيعاودوا لك نفس المشكل اللي وقع في الاول يقتلوا لك عائلتك ولا يدمروك ولا يديروك شي حاجه بحال ما هكا يعني انت كتفكر بزاف د الحوايج وهما راه في شكل يعني هما راه ما فيهمش الرحمه نهائيا يعني يقدر يقتلوا لك امك باك يقدر انت تحماقني براسك انت غيحمقوك المهم بزاف ديال الحوايج يوقعوا لك والناس اللي تيقراو هادشي ديال شمس المعارف واش شوف شمس المعارف اللي تيقرا ما ننصحش بنادم ما كيقرا ولا اللي تيحضر ديك الجنيه اللي تيقولوا في محل في الدار هكا واش تيقول له سدي الباب دقي الباب ورينا شي اشاره هذاك الشيء كله شوف داكشي تيلعبو بالنار شي يقدر في اي لحظه غيتسكن و الا تسكن راه يعني ما عندكش فين غتهرب واخا توصل معاهم هادوك الشيء الا تسكن شي هكاك واخا دير الرقيه تشعيا راه ما يدي من الراقي لا حق ولا باطل حيت كيتجدد له السحر الجن تيدير لك السحر الجن تيسحرك باش انك واخا تمشي عند الراقي راه غيعاود غيسحرك يعني ما يمكنش انت تمشي عند الراقي وصافي غتولي بخير راه واخا تمشي عند الراقي كاين اللي كيمشي عند الراقي تيخرج منه جن وتيقول ليه صافي راه ملي تيولي عاودي يطيح ولا يوقعوا له مشاكل تيقول لك هذاك الراقي راه ما فيدوش راه ماشي الراقي اللي ما فيدوش راه هو راسو راه ما فيدوش تمو راه ما كيدير الرقيه ما كيتبعش دوك الشروط اللي تيقول ليه الراقي يعني كيتجدد له السحر والجن تيتقوى من السحر شحال ما كتجدد في السحر كيتقوى يعني راه ما يخرجش من الجسد شحال انت يعني نسخ وكاين اللي تياكل السحر يعني السحر المأكول راه ما كيخرجش منه حيت كيكون مخبي تحت داك السحر ولا اللي تيربي الاطفال راه تيتخبى الجن من تحت داك الوسخ ديال الاطفال راه واخا يقرا الراقي تيعيا راه القران ما كيدخلش الوسخ تما كيتخبى الجن حتى كيسالي الفقيه القرايه ديالو سميتو اللي تيدير الرقيه وشي تمشي للدار وكيولي عاود نفس المشكل راه كيتخبى الاطفال ياك ابسط الحوايج مثلا نعطي شي حوايج اللي صعب يعني وقع لي شي حاجه انا ولكن ما كيهمنيش المهم هو ان تنشوف بزاف ديال الدراري هكا يعني تيقراو في هاد الكتب شي ما ننصح شي واحد يقراهم حيت راه صعيب الا دخلت في العالم راه تشوف شي حوايج اللي عمرك شفتيهم وغدمر ديال بصح
وما غايقدروش على دوك الحوايج اللي غيبغي يخرج وما غايلقاش الحل راسو باش يخرج. يعني غايبقى حياته كامله هكاك حتى يموت. وهادشي اللي كاين اخويا باطر. المهم مره اخرى ما مقدرتش نكمل حيت كاينين بزاف د الحوايج باغي نقولهم، ولكن ما يعني من الصباح تندوي ونحسيتي بصوتي راه من الصباح وانا ما بغيتش يطلع شي واحد فيهم. اذا حد الان مازال لك شي حاجه نخليوها دابا الجزء الثاني، نخليوه الجزء الثاني خليها في الحلقه الجايه. الحلقه الجايه ان شاء الله. واخا يا بدر وانا تنبرك باش ما يطلعش. واخا راسي باش نخليوها الحلقه الجايه ان شاء الله تكملنا الجزء الثاني. شكرا ان شاء الله غادي نكملوا وغادي نحاول انني نكملوا بهم هما وغيطلعوا غيدويو هما في الصوص ماشي صوصي انايا وباش يتيق حتى شي اللي قلت لك راه يقدر. انا تنقول لك اخويا بدر انا معايا حاليا معايا الدري ها هو جبته معايا قلت معايا في بيت حنا بوحديتنا هو عارف كلشي يعني نبغي نحضرهم كنحضرهم راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه عليا. ولكن كيفاش واحد كيفاش القضيه ديال غيهضروا هما نطلع واحد فيهم غيدوي يعني من فمي انايا غيدوي هو يعني بصوصي انايا ولكن بصوص ماشي ديالي انايا وغيدوي معاك وسولوا ديك الساعات هو غيجاوبك على بزاف ديال الحوايج يعني واحد من الخدام غنطلعو غيدوي. ما نقدرش نديرها دابا ما شنقول لك ما قادرش يعني الجزء الثاني نقدر ان شاء الله ما عنديش المهم الا بغيتي كاع يعني كون كنت شي قريب غنجي عندك حتى للبلاصه فين كدير اللايف وغنجيب شي واحد من صحابي ولا جيب انت شي واحد وغنطلع فيه جين وغيدوي من فمه هو ملي سالي غنقول ليه هبط غير هبط وغيدوي معاك تقول لي واش حسيتي بشي حاجه يقول لك ما حسيتش والو يعني من ابسط الحوايج داك الشيء راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه يكون ما مضيش راه ساهل ان الجين طلع فيه الجين وتهبط الجين دخل فيه جيش كاع. اذا انا متشوق للجزء الثاني قبل ما يجي انا متشوق لك. ان شاء الله خويا مرحبا. الله يحفظك اخويا وتنشكرك بزاف لانك شاركتي معنا. تكون عبره للشباب والناس كاملين. شوف اكثر يا البنات ما تلبسيش داك اللباس هكاك وتخرجي راه شحال من واحد من وحده تنشوفها هكا مع يعني في علاقه غير شرعيه مع واحد الانسان ما فيه ما يتشاف وهي زوينه راه داك الشيء راه ماشي زعما راه عاجبك بلا خاطرك بلا خاطرك اختي راه واش غنقول لك والله الا نفرتك تسوقت صاحبي القصه الجزء الثاني تقول فقط يجي صراحه بس خينا شبيك بغينا نكمل القصه حتى النهايه. نعم اخويا انا يعني علاش قلت لك الجزء الثاني غيكون غنطلع وغيدوي حيت شحال من واحد غيدير في كومونتير انا واخا ما قلتش السميه ديال البلاصه اللي ساكن فيها كاين اللي غيقول لك هادشي راه غير قصه ولا كذوب ولا انا تنقول لك الدليل اخويا بدر ويعني هما يعني كاينين الدراري صحابي اللي عارفين كل شيء يعني هما راه عارفين اللي كاين يعني بالدليل باش بنادم ما يقولكش راه كذبت علاش انا بغيت نعطي الدليل لبنادم باش ما يمشيش في هذا الطريق راه شنقول لك واخا شي حاجه اللي يوم يعودون بعد غد بعد غد ان شاء الله ان شاء الله الا قدرت اخويا بدر مرحبا ان شاء الله شكرا لك محمد